النص القانوني غير قادر اليوم على أن يؤطر هذا الانفجار المعلومات الموجود اليوم. لا يمكن أن تقول للناس ألا تعبر عن رأيهم. المشكل الآن وكما ورد في أحد الدراسات مؤخرا في يناير في مجلة فورين بوليسي ومترجم اللغة العربية بالمناسبة، تناولت هذه الظاهرة أن هناك وسائل تكنولوجية حديثة، أنا الآن أتحدث عن الحرية العامة، وقد بوسائل التكنولوجيا الحديثة باللوجيسيال الجديد قد أظهر على أنني أتحدث وأسب المؤسسات الدولة وغيرها بنفس قسمة الوجه بحركة الشفاء إلى غير ذلك. يطرح سؤال كيف يمكن تأطير هذا الانفجار المعلوماتي والتعامل المعلوماتي مع الحقوق والحرية؟ كيف يمكن أن لا نمنع الناس من الكلام وحرية التعبير وفي نفس الوقت أن نحافظ على حميمية الناس وأن نحافظ على حقوقهم وحريتهم وغيرها؟ هناك ثلاث سيناريوهات يطرحها الكاتب. إما أننا غنشوف اتجاه ديال التجاهل، ما تصورش يعني اللي بغيتش عليه كيف غير ذلك، وإلا نمشيو للمقاربة القانونية النص ديال القوانين قادرة على زجر مثل هذه الممارسات، وإما أن نتعايش مع ما يقع داخل الفضاء الإلكتروني. والكاتب يتصل إلى الرأي الأخير وأنه لا مجال لوقف سحب المعلومات إلى غير ذلك. وأعتقد أن هذا النوع من المواضيع نحن في حاجة إلى 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 يعني إلى إلى إثارتها داخل الجامعة، فيما يتعلق بدور المجتمع المدني في النموذج النووي. أنا بغيت نعطي غير إشارة فقط. نحن اليوم نتحدث عن دور المجتمع المدني، خطاب مالكي يقول نحتاج إلى تقديم مقترحاتكم لبلورة هذا النموذج بطريقة جماعية. كيف تم بلورة هذا النموذج سنة 1996؟ لاحظوا راه كاين فرق، المغرب يتطور. حتى الواقع المؤسسة المهمة داخل النسق السياسي أيضا يتطور. ويبدو أن نحن أيضا يجب أن نتطور. فيما يتعلق بالسؤال مهم جدا، فيما يتعلق بمكانة الحقوق والحريات في الميزانية، أنا أعتقد على أن تقدير المالي وميزانية الدولة على في المغرب عموما حكمة ثنائية. الحفاظ على توازنات الماكرو الاقتصادية بما لا يغرق ميزانية الدولة في إكراهات إلى غير ذلك، وفي نفس الوقت تمويل بعض السياسات الاجتماعية لكي تكون هناك حاضنة اجتماعية لهذه الإصلاحات. هذه الثنائية اليوم هي غير قادرة على الإجابة على حجم تطلعات ديال المغاربة، خصوصا وأن الدستور المغربي كينتمي للجيل الثالث لكي يتضمن حقوق ثقافية وحقوق بيئية، فبالتالي كيف يمكن أن نواكب ماليا هذه الإشكالية الكبرى؟ هذا سؤال لا يمكن أن نجيب عنه سيجيب عن الواقع. والموارد المالية ديال المغرب وطريقة الحكامة في تدبير هذه الموارد تطرح إشكالات حقيقية في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. المداخلة تطرقت إلى تطور منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب، وكانت عبارة عن رصد كرونولوجي ملخص لهذا الموضوع. بطبيعة الحال أن الذي لوحظ كخلاصة هو أن المغرب كان دائما مواكبا لهذه المنظومة سواء دوليا أم داخليا، وأن هذه المنظومة عرفت بطبيعة الحال نقاشا مجتمعيا كانت مدخلاته تساهم في تحديد مخرجات هذه المنظومة، وتعرفت نوعا من التحولات المطبوعة بسياقات المراحل السياسية التي مر منها المغرب منذ فجر الاستقلال إلى مرحلة التحلحل السياسي في عهد أواخر مرحلة الحسن الثاني الملك الرحيل، إلا أن مرحلة العهد الجديد عرفت نشاطا مهما في هذه المنظومة، توج بدستور 2011 الذي كرس جيلا جديدا من الحقوق المعترف بها عالميا ودوليا المؤطرة ضمن مفهوم الديمقراطية التشاركية، والتي تسهم بشكل كبير جدا في توسعة المشاركة الشعبية للفئات غير الرسمية للمجتمع المدني وللمواطنات والمواطنين وللساكنة وللمرتفقين في بنية صناعة التشريع خصوصا في هذا المجال. بطبيعة الحال هناك ملاحظات نقدية كثيرة جدا تهم هذا الجانب، وهناك
لازال الشيء الكثير يطلب من المغرب ومنتظر في هذا الجانب، خصوصا أنه أن يرفع تحفظاته الكثيرة عن هذه المنظومة دوليا، بخصوص المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحفظ على كثير من بنودها. وتحتاج المنظومة كذلك، منظومة حقوق الإنسان وحرية العمل بالمغرب، بأن تعيد إلى الفضاء العام حيوية جديدة من أجل مناقشتها من جديد، وإعادة إنتاج بنى تشريعية ونصوص تشريعية تواكب العصر وتواكب الفاعلين الجدد الذين ظهروا بالمجتمع. وبخصوص بالخصوص هنا قانون الجمعيات، القانون المنظم للجمعيات. الجمعيات الآن ما يربو على 130 ألف جمعية، ولكن النص الذي أطرها نص قديم عتيق ولا يرقى إلى مستوى الوظائف الجديدة التي تنهض بها، خصوصا الوظائف التنموية. شكرا. كان حول بعض التحولات السياسية والأمنية الجنائية التي عرفتها الدولة المغربية على ضوء تطور الحرية العامة. طبعا هذا الموضوع كان مجال مجموعة من التغيرات والتمثلات والتصورات اللي بقات موروثة، واللي جاء دستور 2011 باش يجاوب عليها ويقدم مجموعة من الحلول لهاد التحولات السابقة اللي راكمت بعض المشاكل على الدولة. طبعا موضوع السياسة الأمنية الجنائية هو موضوع متداخل مع مفهوم الحرية العامة، وهو موضوع يعكس أيضا نظرة الدولة المستقبلية من أجل الإصلاح وبناء يعني هوية حقوقية جديدة. القانونية الاقتصادية والاجتماعية بمكناس المداخلة كانت تتعلق بمداخل لبعض الإصلاحات أو تعديلات أو لتجويد الظاهرة 1958، يعني القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات. الملاحظة الأساسية اللي كانت في هذا الإطار هو أنه وقع واحد نوع من التطور الهام في السياق العام المتعلق بخلق وتأسيس وعمل الجمعيات. المنظومة الجمعوية اليوم هي منظومة فاعلة داخل المجتمع من خلال أنها محرك للتنمية. الفاعل المدني هو فاعل يعمل على التكوين، على التأطير، على الترافع، على الرصد، يقدم خدمات، يقدم اقتراحات ويصوغ بدائل مواطنة للسياسات العمومية. كذلك الدستور 2011 يتحدث عن تعاقد بين الدولة والمجتمع من خلال رسم أدوار دستورية جديدة للمجتمع المدني لم يكن منصوصا عليها سابقا. إذن نحن أمام زخم جديد للمجتمع المدني يفرض علينا أن نعيد النظر في القانون المتعلق بالجمعيات في أفق أن يواكب هذه الأدوار الجديدة للمجتمع المدني. هناك عراقيل طبعا الحال تعرفها الجمعيات على المستوى الواقع. هناك مجموعة من الأعطاب أفرزها القانون القديم كتعلق مثلا بالتأسيس، بالتصريح، بمنع بعض الأنشطة، تضييق على بعض الأنشطة. ولكن بالمقابل أيضا اليوم الجمعيات تعرف حكامة جديدة، فهي عندها تمويلات كبيرة، عندها شراكات، عندها مقرات، عندها كذلك مستخدمين. إذا من هذا الجانب أو من ذاك يفرض علينا اليوم إعادة النظر في قانون الجمعيات لضبط علاقة بين الدولة والجمعيات بشكل دقيق، بالتالي صيانة حقوق وحريات الجمعيات والناشطين الجمعويين من جهة، ولكن أيضا من أجل تأكيد حكامة الجمعيات يعني كواجبات يجب أن تلتزم بها في مجال تدبير المستخدمين، تدبير العقود والشراكات، وتدبير كذلك التمويلات سواء الوطنية أو الأجنبية اللي عندها قدرة كبيرة اليوم على تعبئتها. شكرا. شملت هذه المائدة على خمس مدخلات تترابط وتتكامل فيما بينها لقراءة هذا الظهير من مداخل متعددة. كان أولها مداخلة للأستاذ عبد الرحمن الماضي حول موضوع تطورات الحريات العامة وحقوق الإنسان، ملخص كرونولوجي رصد من خلاله مسار تطور الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب من خلال مرحلتين أساسيتين، وهما مرحلة ما قبل دستور 2011 ومرحلة ما بعد دستور 2011، وذلك من خلال ثلاث مستويات. المستوى الأول يهم مختلف الاتحادات
الاتفاقيات الدولية التي سبق عليها المغرب المتعلقة بتعديل منظومة حقوق الإنسان. المستوى الثاني يعم مختلف المؤسسات والهيئات التي أحدثها المغرب لتعزيز هذا المطار. أما فيما يخص المستوى الثالث فيعم التشريعات التي صدر فيها هذا السياق منذ حصول المغرب على استقلاله، ليركز الباحث نهاية على الكون بأن دستور 2011 كان بامتياز دستور جيل جديد من حقوق والحريات، سواء بتكريسه للعديد من الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعلى مستوى خلق هيئات الحكامة العشر. وفي سياق الربط بين السياسات الأمنية والسياسات الجنائية في علاقتها بتطور الحريات العامة بالمغرب، جاءت مداخلة الأستاذ إحسان الحافظي في موضوع تحولات السياسات الأمنية والجنائية على ضوء تطور الحريات العامة، حيث بين أنه طوال فترة ما قبل دستور 2011 تم تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على بلورة السياسات الجنائية بالمغرب من خلال سلطات ممنوحة لوزير العدل في الإشراف على المؤسسات القضائية، كما أشار إلى تدخل التشريعات في المجال الأمني والرجوع إلى بعض التشريعات الموروثة من عهد الحماية لتوصيف تعامل الدولة في مجال الحريات العامة انطلاقا من الهاجس الأمني. غير أنه مع دستور 2011 سيقع تحول في السياسة الأمنية والسياسة الجنائية، مشيرا إلى ذلك في نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى استعادة القضاء لوظيفته، والنقطة الثانية استعادة البرلمان لسلطة التشريع بالتشريعات ذات الطبيعة الأمنية. وفي سياق البحث عن مداخيل إصلاح ظهير 1958 تأتي مداخلة الدكتور الأستاذ حداد تحت عنوان بعض مداخل إصلاح القانون المنظم للجمعيات من خلال سؤالين: سؤال لماذا وسؤال كيف. فالسؤال الأول يتعرض للأسباب التي تجعل تعديل ظاهرة 58 أمرا راهنيا من خلال تغيير السياق الحالي الذي يختلف كثيرا عن سياق صدور هذا الظاهرة، وأيضا تطور المجتمع المدني نفسه إلى جانب ما أفرزته الممارسات العملية من إشكاليات في تطبيق هذا الظاهرة. أما سؤال كيف فقد فيقدم من خلاله الباحث عدة مداخل للإصلاح، منها إعادة تعريف للجمعيات، تعديل الفصل الخامس، توضيح المنفعة العامة، توضيح مسألة الشراكة، ثم تضمين الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني. وبخصوص إعادة الاعتبار للمجتمع المدني في علاقته بالدولة تأتي مداخلة الأستاذ الحفيظ اليونسي تحت عنوان في الحاجة لقانون التشاور العمومي. أبرز فيها الباحث أن مؤسسة آليات التشاور العمومي أصبح حاجة ملحة لتدبير الأزمات في ظل ما تعرفه الديمقراطية التمثيلية من قصور راصد بعض الإشكالات القانونية المرتبطة بالوثيقة الدستورية وكذلك بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ليخلص في نهاية مداخلاته إلى اقتراح جملة من المبادئ والمعايير التي ينبغي مراعاتها في قانون التشاور العمومي، وهي 5 مبادئ: أولاً الالتزام، ثانياً الاستقلالية، ثالثاً مقاربة النور، رابعاً الشفافية، خامساً الفعالية والنجاعة، وختاماً تأتي مداخلة الباحث سفيان القمري لتبحث في العلاقة الموجودة بين النص القانوني وواقع الممارسة والتطبيق من خلال مداخلته بعنوان ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 قراءة في النص وواقع التطبيق. قدم من خلالها نوعين من القراءة في ظهير 58: قراءة تأصيلية وقراءة نقدية. القراءة التأصيلية تبحث في المراجعة الفلسفية الناظمة لنصوص ظهير 1958 ليؤكد الباحث على أنها تمنح من الفلسفة الليبرالية التي جاءت حاكمة على البناء العام للظهير. أما القراءة النقدية فتركز على الشرط السياسي الذي تحكم في تأويل ظهير 58 على المستوى الواقعي. فالفلسفة الليبرالية المتحكمة في نصوص الظهير تقابلها فلسفة نوعية من قبل الإدارة في التأويل.
وقد برهن على ذلك من خلال العديد من النماذج والأسئلة مستحضرا لعدد من التقارير الدولية والوطنية الصادرة في هذا الشأن، ليختم في الحاجة إلى تعميق البحث السوسيولوجي في سياق تأويل وتفسير مسار تطبيق ظهير 1958. أهم الخلاصات التي خلصنا إليها من خلال هذه المائدة المستديرة: أولاً، الحاجة إلى تعديل ظهير 1958 ليواكب من جهة الالتزامات الدولية للمغرب، ومن جهة أخرى تطور المنظومة الدستورية والتشريعية خاصة مع صدور الدستور الجديد 2011. ثانياً، مؤسسة آليات تشاور عمومي من أجل الرفع من أداء المجتمع المدني ومساهمته في تدبير الأزمات المجتمعية. ثالثاً، تتمين دور الوساطة الذي يلعبه المجتمع المدني من خلال مقتضيات قانونية حتى لا نضع الدولة في مواجهة مع المجتمع. رابعاً، استثمار التكنولوجيا الحديثة لتطوير أداء الجمعيات وتمكينها من مداخل جديدة. خامساً، ضرورة مواكبة القضاء لتطوير وظائف وأدوار المجتمع المدني في اتجاه تأويل ديمقراطي لظهير 1958. وشكراً. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.